مباراة صعبة، أنت هتلاعب فريق أو فريق من الفرق الرائعة جدا مع مدير فني خبير في الدوري العام المصري الكابتن مختار مختار، وفي نفس الوقت يملك من الشجاعة أن هو يواجه النادي الأهلي، ما عندوش أي مشكلة، هو أحد أبناء النادي الأهلي ولكن بيواجه النادي الأهلي بمنتهى القوة وبمنتهى الشراسة، وحقه القانوني والشرعي وحقه الفني كمدير فني طبعا. وفي نفس الوقت أنت كنادي أهلي ما عندكش بقى خلاص رفاهيه ان انت تخسر نقاط، وده اللي اتفقنا عليه خلال الفتره اللي فاتت، ان احنا ما عندناش رفاهيه ان احنا نخسر نقاط. يمكن الرفاهيه الوحيده ان احنا خسرنا مباراه تسيمبا التنزاني، ما ينفعش بقى فيتا كلاب، وما ينفعش شبيبه الثوره الجزائري، حتى مباريات الدوري ما ينفعش فيها اي شيء. عشان كده عندنا مباراه صعبه، عندنا مباراه مهمه بكره ان شاء الله، هنكون قبل المباراه مع حضراتكم في ملعب الأهلي عشان نتكلم عن المباراة ونحلل المباراة مع حضراتكم. لكن مباريات